المدينه وتبقى هاد البلدير في الصباح ديال البيت. ومباشره ملي كتبان المتفرقعات الهوائيه طلعات ووقفات ومبقاتش شي حاجه جديده، فهذيك اللحظه خاصنا نوقفوا الفيبرور باش نتجنبوا الكياس ما يهبطش لتحت والسيما تطلع فوق وتولي النتيجه عندنا عكسيه. فالمتفرقعات اللي كتبان في الصباح ديال البيتون هي ديك الريح اللي ما كتبانش لينا وطلعها الفيبرور من داخل البيتون وكتطلع فوق. اليوم الحمله هذو